تشي تعرضنا له جميعا. اوكي وكتدافع بكل ما اوتيت من معلومات الى اخر المطاف. لا تنسى نفسك. انا شخصيا انا نيت شحال ولادي حطيتهم في التراب لان كنت كنخرج لي سيركوي ما كانش كيخصني نعس لان انا خديت ديزونكاجمون. بريف قبلنا عداد اللي بريت مسكين اللي عيان اللي ما عيانش كلشي كان كيخدم ويناضل هذاك راه نضال في حد ذاته. ونجيو اليوم اراو البيومتريه في هاد التسنين. حنا تعبنا تعبنا اننا كنجيو كنناضلو وما كنلقاوش ناس كتساندنا. واش غير حنا اللي مرشدين؟ عيب وعار عيب وعار. واخا قلتو البيومتريا كنتو تجيو عيب وعار عيب وعار ان واحد يكون شاد الناس عيبتوها وريوني اش من الصناعان ديالنا كنخرج لغوت الا حاجه وحده وهي الدفاع على واحد العزه النفس تبقى عندنا في هاد المهنه. تبقى عندنا واحد الكرامة اللي حافظنا عليها حنا الجيل القديم وبغينا لو فلومبو ياخذوه الجيل الجديد ولكن ياخذوه بواحد بواحد الكرامة واحد الكرامة 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 اللي كيحفظنا الكرامة 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 والعيش المغربي. هادشي كل الناس قليل اللي واعي به وقليل اللي تيدافع انطلاقا من هذا من هذا المنظور هذا الدور ديالو. الدور ديالنا راه ماشي سهل ولا كندافعو كنهضرو لانه كندافعو على واحد القيم اللي تربينا فيها واللي كنا دائما كنحاولوا انها تبرز للوجود. ان الصوره ديال اننا اقزام اننا غير كنصوروا الفلوس اننا خاصها تحيد ومن هذا المنظور لانه كان تيشوف فينا كيقولوا كيقول المسؤول قال لك اميين. فهنا لا واقفين وانا شخصيا لا وقت نوقف نتابع على انه نعطي الصوره ديال انني لست امي وانه كل ما اكتسبناه من حقوقنا وحق ديالنا مكتسب. وولدت على اننا دائما تنتكلموا دائما تنجيو تنحضروا هنايا ولا قلت كاين هذه القله هذه لانه هي القله اللي كتفهم اللي عندها واحد شوية لا ما ترغيش تتعرف انه ما لها وما عليها. المشكل الاداري مؤخرا مشكل تام قبح الله الفقر. وصلتنا علي قال لو كان الكفر رجلا لقتلته. كاد الفقر ان يكون كفرا. كلنا فقراء تحت السماء وكلنا فقراء لله ولكن العيب فين كاين ان الاداره تاخذها لون اليد لانه الناس احتياج وتزيد كل شيء انه يسحب. حنا ماشي ضد القانون مساله قانونيه اننا نسحبوا ونخدموا تحت البيومتريا مستعدين ولكن راه عندنا حتى حنا كلمتنا علاش مكتسب ديالنا كندافعوا عليه. القانون القانون تيمشي علينا وعلى غيرنا وعلى كلشي. لأن الوقفات الاحتجاجية قد ساهمت بشكل كبير إلى جانب مثيلاتها وطنيا في التعريف بقضية المرشد الأولى المتمثلة في الدفاع عن ديمومة الاعتماد كما نص عليه المرسوم الملكي منذ سنة 1968 وكذا في الدفع باتجاه تغيير بعض البنود المشحكة من القانون المنظم لمهنة الإرشاد السياحي علاوة على التمديد بالدعم المشروط بالسحب الذي لا يمكن إخفاء تبعاته القانونية والاجتماعية عن المهنة مستقبلا.
وهكذا إن هذه الوقفات أوصل الصوت المرشد عاليا إلى كل الجهات وعرفت بقضيته لدى هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بكل أطيافها والبرلمان بغرفته والحكومة متمثلة في الوزارة الأولى والوزارة الوصية عن القطاع وكذا بكل وسائل الإعلام الوطنية وذلك بفضل سير من المراسلات والاتصالات التي لا زلنا في انتظار نتائجها بكل ما سبق ولإعطاء الفرصة للاتصالات المستمرة المذكورة أعلاه ونزولا عند رغبة عدد كبير من المرشدين نعلن لعموم المرشدين محليا ووطنيا عن تعليق كل الوقفات في هذه المرحلة وإمكانية العودة إليها إذا دعت الضرورة إلى ذلك وتحميل المسؤولية كل من يهمه الأمر في تتبع تنزيل الوعود التي قطعتها الإدارة على نفسها والتحذير من أي منزلق يحيد بنا عن مطالبنا المشروعة وعدالة قضيتنا. السلام عليكم ورحمة الله.